يعمل لك حلول هجومية كويسة، عنده شخصية في اللعب. لا مش أعتقد، قوي يعني. لا بالنسبة لي هو لعيب مميز جدا يعني، أنا بحبه جدا كمان على المستوى الشخصي يعني، شخص كويس جدا، وأعتقد يعني في كتير جدا من شخصية لعيبة النادي الأهلي يعني. طلع في التلفزيون كتير كمان اليومين دول، تقريبا كان مع كابتن شوبير، تقريبا كان مع كابتن شوبير امبارح اعتقد، اول امبارح كانت حلقه حلوه انت برضه. عارف الفترة دي زكي بقى. قفش اخبارك ايه؟ انت عايز توقع الكابتن مش جامد عارف اوقعه، عمال اجيبه يمين واجيبه شمال، مفيش فايده، واضح ان هو بيحبك يعني. حبيبي يا حبيبي طبعا. قفش عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن، الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ والله زي الفل يا كابتن، الحمد الحمد لله. لله الحمد لله حبيبي. كده حبيبي يا كابتن اسلام، بقول لك ايه، قفش امبارح حلقه حلوه مع كابتن شوبير بصراحه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، اه الحمد والله لله. انت دايما بتنور، وطبعا الكابتن شوبير، بس انت دايما بتنور طبعا اي ربنا حته. يخليك يا كابتن اسلام، لك يا كابتن اسلام، الله وشكرا على يخليك يا الكلام حبيبي، الجميل ده، ربنا يخليك يا ربنا كابتن. يخليك. قفشه برضو بتعمل ايه اليومين دول في ظل الكورونا؟ والله يا كابتن قاعد في البلد، قاعد قاعد في في بلد البلد. ها كده كده وبتمرن شويه، بلعب مع اصحابي كده يعني، قاعد ما بعملش حاجه. والله ما يعني دلوقتي القعده في البيت هي الاهم. اه طبعا، ما انا هروح فين يا كابتن؟ انا قاعده في البيت احسن، بقعد مع اهلي في البلد، ما بروحش هنا يعني، حتى لما باخد شويه بقعد مع اصحابي شويه وخلاص. بتعمل تدريبات في البيت ولا قاعدين؟ لا لا، بتمرن، اتمرنت امبارح والنهارده اهو، ريحت يومين وبعد كده بتمرن واحده واحده، وبكره اتمرن شويه تاني كده يعني. الواحد بيجري نص ساعه تلت ساعه شويه حلوين يعني، عشان النفس بس. تمشي نفسك شويه. اخر مره، اخر مره كابتن سامي قمصان زعق لك كانت امتى؟ لا كابتن سامي عمره ما زعلت. كابتن سامي دايما بيكلمني في الكوره ان لو في حاجه ناقصاني اعملها، عمره ما زعق لي، دايما بينصحني، والله دايما بيخليني عايزني للاحسن. عمري يعني عمري في مره ما شفت اصلا بيزعل لعيب تقريبا. كابتن سامي واحد من نفس الشخصيات المحترمه جدا والله. يعني انت بتلعب في نفس مركز الكابتن سامي قمصان اللي كان بيلعب فيه، اكتر نصايح بيديها لك ايه؟ هو كابتن سامي دايما يعني لما بيتكلم معايا، بيتكلم معايا بصراحه اللي هو دايما يخليني قدام، اباصي واتحرك لقدام، دايما عايزني اخد سمساحه دايما. لا هو بصراحه كل كلامه معايا بيبقى كويس يعني، حتى دايما لما بقف اسمع ما ببقاش عندي رد ليه، لان هو كل كلامه بيقوله صح. فدايما بقول له حاضر، دايما بقول له حاضر، لان يعني انت حضرتك عارف لو حد بيكلمك وانت حاسس في حاجه غلط فبتبقى عايز ترد وتتكلم عادي، لكن بصراحه ما بردش عليه خالص. يعني كابتن سامي واحد من الناس اللي دماغه كبيره جدا في الكوره، فانا بصراحه بستفاد منه على طول يعني. ربنا يخليك يا قفشه. انت قفشه بقى، قفشه اهم ما يميز قفشه الحقيقه منذ ان جاء النادي الاهلي، وهو عامل حاله خاصه حتى مع الجمهور. يمكن كان معانا هنا في اول يوم كان على الهوا، وكانت الحلقه دي اعتقد كان ليها دور كبير جدا في ان قفشه دخل قلوب كل الناس، لانه كان بيتكلم بطبيعه وهو يعني تلقائيه وطبيعه، وهي دي طريقته الحقيقه، عشان كده انا بحبه جدا يعني في اي ظروف بتحصل، او أي وجمهور النادي الاهلي كله بيحبه. بس اهم ما يميز قفشه برضو يا سامي، في ظل ان انت بتلعب في نادي كبير مطالب دايما ان انت تلعب تحت ضغط، والامور دي اعتقد بتبقى صعبه جدا. هو ربنا مديله قبول للجمهور، ودي حاجه بالزبط. مهمه جدا يعني، لعيبه كتيره جدا ممكن تيجي النادي الاهلي ما بيبقاش عندها الملكه دي يعني. ودايما انا بقول له القبول ده محتاج مسؤوليه اكبر، محتاج اللي انت تتعب اكتر، محتاج اللي انت، لان الناس دي مستنيه منك حاجات كتيره جدا يعني. يمكن هو ده اللي بيشتغل عليه، هو بيحب النادي جدا، عارف قيمه النادي الاهلي، هو عنده قدرات ما شاء الله ما شاء الله يعني جباره يعني، لعيب مميز جدا. يمكن الناس كلها كانت حاسه ان المكان ده محتاج لعيب بالشخصيه دي، محتاج اللعيب اللي يقدر يعمل لك، جمهور النادي الاهلي بيحب الكره الحلوه، وقفشه من اللعيبه اللي عندها الكره دي، اللي بيقدر يعمل لك باص كويس يوصلك للجون، يقدر يعمل لك استحواذ كويس، يقدر يعمل لك ضغوط هجمه كويسه كونتر اتاك كويس. فاعتقد الحاجات ديت ان شاء الله لو كمل عليها واستمر بيها ان شاء الله يعمل تاريخ كبير جدا ان شاء الله في النادي الاهلي. أفشل الأمور اختلفت معاك أول الموسم عن دلوقتي يعني؟ أول الموسم كانت الأمور صعبة ولسه أول سنة وكده، لكن أعتقد أن الأمور دلوقتي مختلفة أفشل. لا طبعا يا كابتن، انت عارف في اول السنه لما تيجي مره واحده في نادي كبير زي نادي الاهلي وفي لعيبه كبيره ولعيبه كلهم بتبقى عايزه تلعب، بتبقى بتتعب اكتر عشان عايز تلعب وتثبت نفسك وتاخد على اللعيبه في الملعب. لكن انت بعد ما بيعدي فتره طويله زي كده انا عديتها خلاص، احنا غالبا يا كابتن الحمد لله كلنا حفظنا بعض، وكل واحد عرف ده بيلعب ازاي وده عايز ايه، فالانسجام دلوقتي بقى احسن بكتير بصراحه.
فالواحد ارتاح عن الاول. طبعا الاول كانت لسه الدنيا شويه بس دخلت بسرعه عشان فينا صحابي كتير، لكن دلوقتي الحمد لله انا كني بلعب في الفريق بقالي 10 سنين. دايما كابتن سامي برضو اللعيبه بيحب يقعد، ما بيحبش يقعد احتياطي طبعا طبعاً. لكن في بعض الامور وفي بعض الحاجات حصلت خلال هذا الموسم يعني قبل ما يتوقف، كان قفشه من الناس اللي ممكن يقعد ماتش او ماتشين، ولكن ما كنتش بتحس ان هو متضايق. متضايق طبعا من جواه ده اكيد طبعا، لكن ازاي كنتوا بتعملوا بقى البالانس ده او التوازن ده؟ لا هو الراجل الصراحه بيعملها بحرفيه كويسه جدا. خلق منافسه كبيره جدا من اللعيبه، خلى اللعيبه كلها عندها دوافع اللي هي تلعب واللي هي تعمل اقصى حاجه ما عندها وتعمل. ودايما بيقولها يعني ال 100% اللي عندك يعني لازم 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 تشغلها كويس يعني. ممكن ده اللي حصل الحمد لله، ساعدنا طبعا النتائج الايجابيه اللي كانت بتحصل، ساعدنا طبعا شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي هو زي ما انت قلت طبيعي اللي انت تبقى زعلان، لكن بتحاول اللي انت تجتهد اكتر، تحاول اللي انت تلعب اكتر. يمكن اوقات كتيره قفشه زي ما انت قلت، اوقات كتيره يعني مش كتيره قوي، لكن اوقات الراجل كان شايف اللي هو عامل مجهود كبير. بس يا كابتن اللي هناك بيقول لك هو ماتش سان داونز بس اللي هناك. وفي الدوري، في الدوري برضه في الماتش. لا في الدوري ما عادش خالص؟ لا خالص، انا ماتش المطر عشان كنت ركبتي مصابه عشان ماتش الكاس بتاع الزمالك بس. هو راجل يعني. صراحه بيثق فيه جدا وبيثق فيه طبعا جدا يعني، وزي ما بيقول يعني زي ما انا قلت لك يعني اللي هو ده اوقات كتيره جدا بيحاول يريح لعيبه عشان ما تقدرش. اللي انت طبعا انت عارف كان عندنا تتابع مباريات كبيره جدا، عندك افريقيا وكان عندك دوري وكان عندك كاس، فكان مهم جدا اللي انت تدي برضو اريحيه لبعض اللعيبه عشان تقدر تكمل بنفس المستوى. تكمل بنفس الشكل. قفشه برضو عايز اسالك، في بعض الوقت انت كنت بتحس ان وده طبيعي يا كابتن سامي برضو في الموضوع، في بعض الوقت كنت اللعيب ما بيبقاش دايما 100%، في ماتشات دايما بيبقى 60 70 وبعدين يطلع 80 90 وبعدين ينزل 60 70، بتحس بضغط الجمهور في الوقت ده قفش عليك ولا لا؟ لا والله يا كابتن الحمد لله رب العالمين، عندي عند ربنا سبحانه ثقه. انا كابتن انا ما بتفرجش كتير دايما ولا بسمعش الكلام ولا بشوف مثلا الفيسبوك ولا الكلام ده، انا مش عندي الحاجات دي اصلا. بس دايما بعد كل ماتش في كلام بينه وبين الكابتن سامي، دايما انا وهو بنتكلم على طول، ودايما بتكلم مع المدير الفني لو في حاجه حسيت ان انا مقصر فيها او حاجه، ما ببصش ان انا غيرت او حاجه، انا ما عنديش مشكله ان انا اغير، بس عندي مشكله ان انا اعرف ايه الاسباب عشان لو في حاجه ناقصانا ازودها. يعني انت دايما عايز تزود من نفسك يعني، هو قفشه دايما عايز يزود من نفسه كابتن سامي. حتى كابتن في التمرين على طول باجي اقول له بعد التمرين تعالى كابتن نشوط، والله دايما انا والسبلاي بنروح نشوط على طول في التمرين. لان لما يبقى عندك حاجه ناقصاك تزودها احسن من انك تزعل وتروح تتقمص وتقعد مع مدرب والكلام ده كله. ايوه هو ده الاهم. بص يا كابتن طالما لعيب غير في وقت يبقى انت مقصر في حاجه، فلازم انت تروح تزود الحاجه دي عشان بعد كده ما تغيرش. طب كويس والله ان التفكير وصل لهذه المرحله يعني، لان دي مرحله صعبه اللي انت بتقوله ده، مرحله صعبه ان انت توصل فيها في التفكير بسرعه في اقل من 6 7 شهور يعني موجود في النادي الاهلي. ما هو بص يا كابتن حضرتك لازم تبقى واقع يعني، انا مثلا مش لازم اقع في الموقف عشان اقول يا ريتني كنت عملت، لا انا شفت لعيبه كتير قدامي بتقع انا بتعلم من ده. انا ما بستناش ان انا اقع في موقف، انا لو في حد قدامي وقع في الموقف ده فبتعلم منه. طبعا خصوصا يعني انا مثلا لو شفت لعيب قدامي حصل له الموقف ده فبتعلم من الموقف، مش لازم انا اقع منه عشان اقول يا ريتني كنت عملت كذا، لا انا بتعلم الموقف اللي قدامي دايما. احنا كان عندنا دايما مشكله وخصوصا بعد عبد الله السعيد يا كابتن سامي، بعد ما عبد الله مشي كان دايما بيقول ان بيتقال ان عندنا مشكله او كويستشن مارك كده في المكان ده، لكن الحقيقه منذ وجود قفشه، مش بقول كده عشان هو معايا يعني ولا هو مش قناه الاهلي ولا الكلام ده، لكن هي الحقيقه منذ وجود قفشه اعتقد الموضوع اختلف شويه. طبعا دي حقيقه، النادي الاهلي افتقد قوه كبيره جدا يعني، عبد الله من اللعيبه المميزه جدا طبعا، اللي عمل التاريخ كبير في النادي الاهلي واداء كويس يعني. وزي ما انا قلت لك ان كان مهم جدا، لازم فرق كبيره لازم يكون فيها النوعيه دي من اللعيبه، اللعيب اللي يقدر يعمل لك ريتم كويس، اللي يعمل لك استحواذ كويس، اللي يقدر يعمل لك، اللي عنده شخصيه في اللعب، امتى يهدي اللعب، امتى يسرع اللعب، امتى يعمل سروب باص، في سروب باص مثلا كره ثابته يقدر يعمل لك فيها موقف هجومي كويس. فاعتقد ان قفشه عمل الدور ده كويس، لكن احنا برضو مستنيين منه اكبر اكتر واكتر، جمهور النادي الاهلي مستنيين منه كتير ان شاء الله.
يعني قفشه اخيرا، يعني لو عايز تقول حاجه بقى لجمهور النادي الاهلي، لو عايز تقول حاجه للكابتن سامي قمصان يعني قبل ما نقفل معاك. لا بص يا كابتن، انا قلت لجمهور الاهلي كتير وافضل لهم مدى الحياه عشان انا بحب جمهور الاهلي، لكن كابتن سامي صفه شخصيه انا عايز اتكلم اقول له اتفضل. يعني انا بحبك وربنا يكرمك ودايما اشوفك متالق، ونفسي بصراحه اشوفه مدير فني ان شاء الله. ان شاء الله يبقى مدير فني، واتمنى له التوفيق في اي مكان. ربنا يخليك، ربنا يخليك قفشه، وبنشكرك جدا على وجودك معانا، وشكرا جزيلا كابتن محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي. من الواضح ان العلاقه جميله جدا ما بين كابتن سامي، لان هو